بموضوع الجهود والمساعي لما بعد تحرير الموصل من احتلال داعش والمخاوف الأممية. نعود ونستقبل عبر الهاتف من بغداد فاضل الغراوي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان هناك. مساء الخير، أهلا بك معنا. ما أكثر ما يثير قلقهم قلقكم؟ نعم، تحياتي لك ولكل أهلا وسهلا. نتحدث عن تحديات متعددة تتعلق في الشأن الإنساني، على أساس اليوم المعطيات التي توجد بعد ما انتهت المعركة الأمنية تتجه في الجانب الإنساني على وجه التحديد، وبالتالي موضوعة الإيواء خاص بالنسبة لموضوعة النازحين وإمكانية غلق هذه المعسكرات التي اكتظت بشكل كبير جدا، وكان هناك قرار من قبل الحكومة العراقية بنقل العديد من النازحين اللي تم إخراجهم في الساحل الأيمن وتم استضافتهم في الساحل الأيسر وبشكل مرحلي، على أن يتم الإجراء القيام في موضوع عادة تكون التحتية لمدينة الموصل وإمكانية دمجهم داخل المجتمع لمرات ثانية. هذا التحدي تعقبه العديد من المعطيات، هناك نقص حاد في الموارد الاقتصادية بالنسبة للدولة العراقية التي استنزفت هذه الحرب الكثير من مصادر تمويلها، هناك ضعف كبير من المشاركات الدولية من قبل الدول ووكالات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وبالتالي عادة البنى التحتية تحتاج أموال كبيرة جدا قد تفوق أكثر من مليار دولار، وتحتاج إلى فترة من الزمن بشكل كبير حتى تحقق عملية إعادة البنى التحتية ولو بشكل جزئي. الساحل الأيمن تضرر بشكل كبير، نسبة الدمار وصلت إلى 90%، البنى التحتية غيبت بالكامل في هذه الأماكن، كل المؤسسات الصحية والتعليمية تم تهديمها من قبل عصابات داعش إرهابية، ما زالت العديد من البنى ما زالت لحد الآن مفخخة، وكذلك العديد من الطرق توجد فيها كثير من الألغام وكذلك من العبوات الناسفة، وبالتالي هذا الموضوع يمثل تحدي أكبر قد يعطي فترة طويلة من الزمن، وبالتالي قد تزداد المعاناة، وبالتالي هذا قلق جدي تشير إلى الحكومة العراقية والأمم المتحدة في هذا الشأن باعتبار أن الإجابة الإنسانية أصبحت تحقق معاناة كبيرة جدا. عادة يعني بمثل هكذا أوقات وهكذا مراحل حساسة، كم نتحدث، يعني لا يمكن الجزم طبعا، ولكن عن كم سنة نتحدث تحتاجها الموصل حتى إلى أي درجة؟ يعني هذا هو التحدي الكبير اليوم، الموصل ما بعد داعش. سيدتي الكريمة، إذا أخذنا مدينة الموصل بأقضيتها ونواحيها تختلف من مساحة إلى أخرى حسب نسبة الدمار، لكن بمجمل مدينة الموصل نحتاج من 2 إلى 3 سنين إذا تضافرت الجهود الدولية مع الجهود الحكومية العراقية وتقديم هذا السند الإنساني الكبير جدا الذي يحتاجه العراق. صحيح، ولكن الأساسية الأمور الأساسية ممكن العمل عليها وإنجازها بوقت أقصر، صح؟ يعني إذا ما تحدثنا عن الكهرباء على سبيل المياه، إمدادات المياه، يقسم كل هذا على كأولويات، صحيح؟ أكيد الخطة الإنسانية التي وضعت لها أولويات أساسية من ضمنها إعادة البنى التحتية الخاصة في موضوعة الغذاء، وكذلك موضوعة الموارد الاقتصادية وموضوعة التعليم وموضوعة الصحة وموضوعة المياه والكهرباء، هذه الخدمات الأساسية تحتاج إلى 6 أشهر بعد ما يتم حل الإشكاليات التي حدثت بسبب انهيار منظومة الكهرباء وانهيار منظومة الجسور وكذلك انهيار منظومة البنى التحتية بالنسبة للجوانب الصحية، وبالتالي التركيز الآن ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية بمساعدة الدول أن تتجه للجوانب الأساسية التي يحتاجها المواطن الموصلي في هذا الوقت. نعم، والنازحين اعتقد خلال 6 أشهر ممكن نرى شيء من ذلك. طيب، إغاثة النازحين، إعادتهم إلى أحيائهم، أين تندرج هذه نعم، العودة الطوعية أحد المفردات التي وضعتها الحكومة العراقية عندما شكلت اللجنة العليا لموضوعة إعادة دمج النازحين ضمن الخطة والأولوية التي وضعت في فترة السنة الماضية، وهذه الخطة الآن في طور إجراءات التنفيذ. عملية الدمج تحتاج مجموعة معطيات، هناك مبدأ العودة الطوعية الذي يترتب عليه وجود جوانب أساسية تتعلق في موضوع الإيواء. المساكن غير موجودة لحد الآن، وبالتالي تمت الاستضافة الأولية، هنالك عدة طروحات تتعلق في إنشاء معسكرات إيواء قريبة من مدينة الموصل حتى تلغي هذه المعسكرات التي تم إيواءها في مناطق بعيدة، وبالتالي صعوبة وصول الخدمات الأساسية لها. التركيز الآن على المساعدات الأساسية الإنسانية
وكذلك الغاء الشحه الموجوده في الجوانب الغذائيه والصحيه والدوائيه، وكذلك اللقاحات وحليب الاطفال والمياه المعقمه، السعي بجهد كبير جدا لتوفير فرص خاصه في موضوعه التعليم بالنسبه للاطفال وكذلك النساء، موضوعه الموارد الاقتصاديه بالممكن وضعت مجموعه من القروض الخاصه والميسره بالنسبه للنازحين حتى تسهل جنبت موارد اقتصاديه اوليه تساعد على ديمومه حياتهم. المساله المهمه في هذا الشان هو امكانيه ابقاء النازحين والحفاظ على حياتهم بشكل كبير جدا. انا اشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد فاضل غراوي عضو المفوضيه العليا لحقوق الانسان هناك.